الثامنة الأربعاء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر الموقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وتنقلها مباشرة صوت المدى. ما في منطقة لبنانية مستثنيت من النزوح السوري، أكانت سنية أو شيعية أو مسيحية، وما بقى باقي إلا قمم الجبال ما في عليها نازحين سوريين، وبالتالي هيدي الأزمة هي أزمة وطنية، ولو الناس بيعطوها أبعاد تانية وممكن يكون لها أبعاد تانية، بس هيدي بتطال كل اللبنانيين يلي عم بينحرموا من الكهرباء لأنه الكهرباء قليلة عليهم، من المي لأنه المي قليلة عليهم، من الخدمات الاجتماعية لأنها أساسا قليلة عليهم، والدعم يلي عم بيتأمن أصلا دعم الطحين والدعم الصحي والاجتماعي مش كافي اللبنانيين. فلو عم نحكي عن شعب شقيق، ولو افترضنا أنه كل هالنازحين هن ما في أي حدا عنده منهم خلفيات أمنية أو غيرها، لبنان ما عنده قدرة على احتمال هذا الأمر. كيف؟ بالأحرى لما منشوف تركيا بمساحة أكبر وبموارد أكبر بكتير، بأعداد أقل من هيك بكتير وبحصرة وبضبطة، أعلنت أنها أقفلت هذا الموضوع. لبنان ما في ضل بلد سائب، وفي عجز رسمي وصل لحدود التآمر على الوطن وعلى الشعب. لا جديد يذكر على الساحة السياسية المحلية، حيث يترقب المعنيون مصير الحرب في غزة وانعكاسها على لبنان، بدءا بالملف الرئاسي المعلق بقرار من أطراف معروفين على مصير الوضع الإقليمي. وفي غضون ذلك يبقى ملف النزوح السوري في صدارة الاهتمام، حيث كانت البترون اليوم محط الأنظار من خلال مؤتمر البلديات والمخاتير الذي شكل مناسبة لدعوة مباشرة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى القوات اللبنانية في حضور نائبها في البترون للتعاون في الملفات الوجودية وترك الخلافات السياسية لمسائل أخرى. باسيل قال: فينا نختلف بالسياسة ونتنافس بالانتخابات، بس ممنوع نختلف على وجود البلد وعلى الشراكة فيه وعلى هويته وسيادته وثقافته ودورنا فيه. بهيدي القصص عيب ما نعرف نشتغل سوا ونعرف نحط على جنب خلافاتنا ونشوف كيف نحمي ونحافظ على ناسنا. نحن كتير مجروحين من يلي صار معنا بموضوع النازحين من 2011 لليوم، بس ما قلنا حق وقت حدا بيرجع يصوب سياسته ويصححها منلاقيه ونسامح على الماضي ونتطلع سوا للمستقبل. ما فينا نزور الماضي والحقائق، بس فينا نتخطاها ونتطلع لقدام ونشوف كيف فينا سوا نتساعد، لأن كل واحد لوحده ما بيكفي، هو كلنا سوا بالكاد نقدر إذا قدرنا. هيدي المسؤولية بتفرض علينا هيك، أما الأنانية والحقد بيهدموا وما بيبنوا إلا كراهية مضادة بتدمرنا كلنا سوا، ختم باسيل. في البترون مؤتمر جامع عنوانه النزوح السوري، وكلام واضح لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي شدد على أنه بإمكاننا أن نختلف بالسياسة ونتنافس بالانتخابات، ولكن ممنوع علينا أن نختلف على وجود البلد والشراكة فيه. والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أكون فخورا وسعيدا أكثر إذا نجحنا معا بتحقيق نتائج عملية حول تخفيف أعداد النازحين السوريين غير الشرعيين تدريجيا من منطقتنا، وصولا إلى جعل البترون خالية تماما من النازحين السوريين. لا أقول السوريين، بل أقول غير الشرعيين، لأن السوريين هم شعب جار وصديق وعزيز، وجزء منهم يعمل معنا في حياتنا، وهم جزء من مجتمعنا المنتج الذي نريد الحفاظ عليه، لكن ضمن حاجاتنا وإمكانياتنا وقدراتنا وليس أكثر مما تحتمل الأرض والموارد. فنحن لا نريد تخريب العلاقة الإنسانية مع الشعب السوري كما العلاقة المميزة مع دولتهم. بهذه الكلمات افتتح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المؤتمر البلدي والاختياري لتنظيم الوجود السوري، متطرقا إلى مقاربة الموضوع مع القوات بهذا الإطار بالذات. نحن من زمان طلبنا قيادة القوات اللبنانية عبر القناة الرسمية الموجودة بيناتنا، نايب من عنا ونايب من عندهم جورج عطلة وفادي كرم
ان نعمل هيدا الشغل البلدي سوا. منيح انه اليوم تم هيدا الشيء. مشكور النايب يزبك وقبله النايب كرم ان كلنا سوا عم نعمل شغل بلدي وان التقينا لنشتغل سوا. نحن فينا نختلف بالسياسة ويمكن لازم، وفينا نتنافس بالانتخابات، وهذا الحكي مش للبترون، هذا لكل لبنان. بس نحن ممنوع نختلف على وجود البلد وعلى كرامتنا فيه وعلى دورنا، ممنوع، وعلى هويته وسيادته وثقافته والشراكة فيه، لأنه إذا بينمس بأي وحدة من هون بينمس فينا كلنا، ومننتهي كلنا سوا، وبغلط يلي بيفكر إنه بضل طيب وغيره بيموت. باسيل ذكر بالخطط والمشاريع والقوانين التي قدمها لإعادة النازحين لسوريا، وكم مؤتمر داخلي وإقليمي وعربي ودولي شارك فيه رافعا الصوت، وكم تعرض بالداخل والخارج لهجمات تهمته بالعنصرية واللا إنسانية، حتى وصلت الأمور أن ظهرت خلال حراك 17 تشرين المقولة الشهيرة نازحين جوا جوا وباسيل برا برا. نحن كتير مجروحين من يلي صار معنا بموضوع النازحين من 2011، وانتو ما بتعرفوا كمية الكره يلي تواجهنا فيها محليا وخارجيا، وقديه تعيرنا. بس ما قلنا حق نخلي زعلنا يسيطر على مسؤوليتنا تجاه ناسنا. لما حدا بيصوب بيصحح علينا نلتقى نحن وياه ونشتغل سوا. الاخطاء الماضي بتعلمنا لقدام، اخطاء الماضي بتضل يمكن محفورة بالذاكرة، بس ما قلنا حق نعيش فيها. بدنا نطلع لقدام من دون ما نزور الحقائق والماضي، بس نتخطيه للماضي لنقدر نشتغل ونبني ونتساعد سوا. نحن كل واحد لوحده ما بيكفي، هو كلنا سوا ما بعرف إذا بنقدر. بس رأى أنه عندما تطالب القوى الأمنية وتحديدا الجيش بالتشدد على الحدود البرية لمنع دخول النازحين، مثل ما يتشددون على الحدود البحرية لمنع خروجهم، يصور البعض الموضوع كمشكلة شخصية مع قائد الجيش. لما بتطالب القوى الأمنية وتحديدا الجيش أنه يتشددوا على الحدود البرية بالدخول السوريين، مثل ما بيتشددوا على الحدود البحرية بمنعهم من الخروج، بتصفي عندك مشكلة شخصية مع قائد الجيش. هذا هيك السياسة بالبداية، شو بدك تحكي ساعتها؟ مشان هيك عم نقول فقدنا الأمل من الاتكال على الدولة المركزية بهذا الموضوع. ونحن بالتيار ألفنا من زمان لجنة مركزية للنازحين ولجان مناطقية، وبلشنا نشتغل مع البلديات لأنه هي عندها الصلاحية وعندها الحس المحلي لمعالجة الموضوع، ونعمل إنجازات ولو كانت محدودة. وأكد باسيل الاتكال على الدولة المركزية بوزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وبغير محله، وليس لأنها عاجزة بل لأنها غير راغبة، ولأن القرار السياسي غير موجود إلا بالكلام الجميل، أما التنفيذ فيبقى معدوما، وذلك بسبب الخضوع للرغبة الخارجية بإبقاء النازحين في لبنان، معتبرا أن الترجمة الأخيرة لهذه الرغبة كانت في المشهد الذي رآه الجميع لدى مجيء رئيس المفوضية الأوروبية وتقديم الهبة الأوروبية المسحة والتصفيق لها والتهليل بإغلاق الحدود البحرية أمام خروج النازحين في مقابل فتح باب الهجرة للعمال اللبنانيين الموسميين إلى أوروبا. وفي مؤتمر النزوح كلمات عدة شددت على ضرورة العمل لإنهاء هذا الملف بعودة النازحين إلى ديارهم والتعاون بما فيه المصلحة اللبنانية العليا. بالآخر وصلنا نحن وياهم لأنه نحن فينا نروح بالقانون الإداري وفينا نروح بالقانون الدولي، ورح نطرق كل أبواب المحاكم الدولية إذا أنتم بكون ضلوا تتعاطوا معنا، مش كمفوضية سامية، كمفوضية رح نسميها احتلال أو إدارة احتلال مقنع للبنان، نحن رح نكون بمواجهتكم.
إذا بدي أنقل من المجتمع الدولي اللي عم بحاول يحلحل مشاكله هون، بفتح برانتيز معلش لنقلكم أنه قلنا لهم نحن أنه إذا فرطت الحاضنة اللبنانية اللي هي اليوم عم بتلقلق، البطلت موجودة اجتماعياً وسياسياً وإدارياً ووطنياً واقتصادياً، ما عادت تتحمل هيدا الشيء. في عنا 220 كيلومتر من الشواطئ بلبنان رح يتحولوا إلى رصيف لعبور هذه النازحين الفوضوية اللي عندكم. وذكرته لحضرة المفوض أنه سنة 75 كنا عم نقلكم في نموذج حياة لهيدا الوطن عم بيدافع عنه، لا تستسهلوا أنه تجعلوا حل الشعب الزائد في هذه المنطقة اللي كان بوقت الشعب الفلسطيني على حساب الشعب اللبناني، وأنه هيك بالآخر أنتوا رح ترتاحوا. إنها الفرصة كي ننقي الأرض من شوائبها، لا نريد نازحاً سورياً على أرضنا، وعندي الجرأة أن أنزع هذه الصفة عنه. نعم، نريد عمالاً سوريين مستوفون الشروط القانونية التي ترعاها الأنظمة والقوانين اللبنانية، وليكن هذا العامل تحت نظرنا ومراقبتنا. هناك ضرورة لتنظيم الوجود بعد انتهاء الحرب. يوم بعد يوم لقينا أنه عدد النازحين بيتجاوز عدد الأهالي بعدد من البلدات بطريقة غير شرعية. نحن دائماً محقوق الإنسان ملتزمين بقرارات الأمم المتحدة، بس العبء صار اليوم بفوق طاقتنا بظل الأوضاع الاقتصادية. والمطلوب منا القيام بدورنا مع كل السلطات المحلية والبلديات والمخاطير بكل المناطق اللبنانية. ندعي كل أهالينا بقضاء البترون أنه يغيروا هذه الثقافة ويدعوا إلى ثقافة الأرض والتمسك بالأرض. والدعوة إلى هذا اللقاء هو إضاءة شمعة في هذا الليل الحالك الذي يمر به وطننا، وهو أحسن من أنه نلعن الظلام. بدنا نضغط تنحسسه للسوري الغير شرعي بالقانون، ونندايقه بالقانون، نقول له البالك ما ترحون فل، إذا كل ضيعة بتقول له فل وكل بلدية بتقول له فل بيرجع. تننطر الأمم المتحدة ترجعهم أو تننطر سوريا تاخذهم، سوريا ما راح تاخذهم. وللأمم المتحدة مبسوطة تركتهم هون، الاتحاد الأوروبي مبسوط، سوريا مبسوطة، نحن بناكل قتلة يعني مبسوطين، لا نحن نتحرك. في السياق عينه ترقب لما ستحمله جلسة الأربعاء الخاصة بمناقشة الهبة الأوروبية. قبل أيام من الجلسة النيابية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لمناقشة هبة المليار يورو بناء لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حط الأخير في عين التين في زيارة وصفت بأنها عادية وطبيعية وروتينية. مصادر حكومية أكدت للأو تي في أن الرئيس ميقاتي سيرد في الجلسة على كل الاتهامات التي طالته على خلفية هذه المساعدة، وسيجدد التأكيد بأنها غير مشروطة وأن الحكومة ماضية بتطبيق خطتها لإعادة النازحين، آملا بأن يضع حدا في ذلك لحفلة المزايدات على حد تعبير المصادر. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فسيشرح ميقاتي للنواب جوهر الملف عشية مؤتمر بروكسل وكيف أنه يضغط لتبديل أصل المقاربة الأوروبية، متكئا على دعم قبرصي في هذا المجال لناحية الدفع لتوجيه الأموال لتدفع للسوريين داخل سوريا. هل سيقتنع النواب بكلام ميقاتي؟ شكوك كبيرة حيال هذا الموضوع، خصوصا بعدما تبين أن هذه الأموال ليست جديدة بل هي استكمال للالتزام الأوروبي بدعم لبنان حتى العام 2027، حيث كان يدفع الاتحاد الأوروبي حوالي 250 مليون دولار كانت تمنح للعائلات السورية النازحة، ما يؤكد أن مساعدة المليار مشروطة خلافا لما يقوله ميقاتي تجزم بعض المصادر. على أي حال فإن الكرة ستنتقل لملعب النواب الذين سيدلون بدلوهم في هذا الملف، وتشير المعلومات إلى أنه حتى الآن لا توجه لمقاطعة الجلسة من أي طرف، ومن ضمنها المعارضة التي تعتبر أن دور المجلس انتخابي في هذه المرحلة، وهي تعلل قرارها بالحضور بأنها ستكون جلسة مناقشة لا جلسة تلحظ عملا تشريعيا.
وعلى وقع مطالبة بعض الكتل بالاطلاع على الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي قبل الجلسة لمعرفة أساس هذا الملف، يشير المعنيون إلى أن هذه الجلسة قد تكون جلسة مناقشة حصرا يتم خلالها سؤال الحكومة عن تفاصيل الهبة من دون الوصول إلى أي إجراء عملاني. ويمكن أيضا للمجلس النيابي التصويت على اقتراح قانون يلزم الحكومة بعدم قبول هذه الهبة تحديدا، أو يضع معايير وشروط وضوابط لقبول الهبات. السيناريوهات ليست محسومة بعد، وإن كان ميقاتي قد أبلغ بري أنه سينصاع لقرار المجلس أيا يكن، وحتى ولو وصل إلى حد إصدار توصية برفض الهبة، علما أن مصادر سياسية من فريق الثامن من أذار تستبعد كليا الوصول إلى حد التصويت على هذه الهبة، وتؤكد أن كل ما سينتج عن هذه الجلسة هو إظهار الطابع الوطني لهذا الملف بعد مناقشته. فاصل قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض يجول في عكار مستمعا إلى حاجاتها الإنمائية خصوصا في مجال الطاقة. مستمعا إلى هموم وهواجس وحاجات أبناء عكار، جل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في عكار مستهلا زيارته من سراي حلبة. وقد عقد اجتماع عمل مع نواب عكار ورؤساء اتحادات البلديات في محافظة عكار وفريق عمل الوزارة، وكان عرض لمراحل التقدم في مشروع سد البارد وقدرته التشغيلية. فياض انتقل بعدها إلى دار مطرانية عكار للروم الأرثوذكس لمعايدة المتروبوليت باسيليوس منصور بمناسبة عيد الفصح، حيث جرى بحث فيما ينقص أبناء عكار وكيفية التكاتف مع وزارة الطاقة لتلبية أدنى هذه المتطلبات. من ثم انتقل الوفد إلى دار الأوقاف الإسلامية في حلبة، حيث زار فياض مفتي عكار الشيخ زيد بكار مقدما التهاني له لاستلامه كرسي الإفتاء في عكار. إن كل النية أنه نعتني قد ما بنقدر بهذه المنطقة تكون عندها عدالة بموضوع توزيع الكهرباء وبموضوع حق الناس. هلأ بهون بإطار زيارتنا للفعاليات عم نطلب منهم دعمنا كمان أنه يساعدونا هني وقوى الأمنية ووزارة الداخلية والمعنيين والوجهاء الاجتماعيين على المستوى الاجتماعي أنه يناصرونا بموضوع الالتزام بدفع الفواتير، خاصة موضوع الكهرباء. دفع الفواتير كل ما ازدادوا الناس اللي عم يدفعوا الفواتير، وكل ما ازدادوا اللي هني مش عم بيستعملوا ياخذوا الكهرباء بشكل غير قانوني، كل ما زاد اللي عم يستعملوا الكهرباء بشكل قانوني، كل ما امكانيتنا لزياده التغذيه للمنطقه بتتحسن، لانه بتبطل زياده التغذيه عم بتكون بخساره، بتصير زياده التغذيه عم تتغطى بالتعريفه، فبالتالي بنفوت بسيكل ايجابي بين اعطاء الكهرباء وجبايه الاموال منها لحتى نقدر نكررها وتكون مستدامه اكثر لاهلنا بهذه المنطقه. نفس الشيء بموضوع المياه، بدنا نحاول قد ما بنقدر معنا كل المعنيين هون بالزياره، من مدير عام مصلحه المياه لبنان الشمالي، لحتى نقول انه نحن ملتزمين نقدر نحاول نحسن قد ما بنقدر لاهلنا بالشمال. فياض انتقل بعدها إلى سهل عكار وإلى بلدة المسعودية بالتحديد، حيث قدم التهاني لرئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور لانتخابه رئيسا للمجلس. وقد أثنى الشيخ قدور على خطوة فياض مرحبا به وعارضا له لحاجة المنطقة. من ثم انتقل الوفد إلى دار بلدية الحيصة، حيث اختتم فياض زيارته، وكانت كلمات حينها لرئيس اتحاد بلديات سهل عكار ورؤساء البلديات. وفي الختام أطلق فياض مشروع إعادة تأهيل مجرى النهر الكبير الجنوبي ونهر الأسطوان بعد الفيضانات التي أتت على قرى السهل جراء الطوفانات بسبب العواصف الأخيرة. عضو تكتل لبنان القوي النائب شرب المارون يجول في نيجيريا مطلعا على أحوال الجالية اللبنانية. مطلعا على أحوال الجالية اللبنانية وكيفية التعاون بين لبنان ونيجيريا، يجول عضو تكتل لبنان القوي النائب شرب المارون في نيجيريا. وقد سهلت زيارته من العاصمة أبوجا بلقاء السفير حسام دياب يرافقه منسق التيار خالد شمعون. مارون حمل هواجس اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على مختلف الصعد، وكذلك عرض لسبل التعاون مع الجالية اللبنانية في أبوجا، كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية الوقوف عند أي صعوبة ممكن أن تعترض أحوال الجالية اللبنانية. وكانت زيارة لمقر السفارة الجديد ولمنزل السفير، اللذين يشيدان بتبرع من الجالية اللبنانية
اللبنانية. مارون شارك في اليوم الثاني للزيارة بعشاء تكريمي أقامته هيئة أبوجة في التيار الوطني الحر برئاسة شمعون وحضور خادم الرعية الخوري بيو مروان عون. وقد شدد مارون على الدور الفعال للانتشار إلى جانب الدور المناضل الذي يستمر التيار بقيادته، مذكرا بمواقفه من النزوح من اليوم الأول واستمراره حتى اليوم بتحركات ومواقف في مجلس النواب، داعيا الجميع لملاقاته لحماية لبنان من تداعياته وحفاظا على وجود اللبنانيين وبقائهم في أرضهم. كما لفت مارون إلى استمرار التيار في التصدي للفساد وعدم السكوت عنه. وكانت كلمة للمنسق شمعون الذي قدم مع أعضاء الهيئة درعا تكريميا للنائب مارون عربون شكر وامتنان على جهوده. وكذلك أقام السفير حسام دياب مساء الجمعة عشاء في منزله، حضره إلى جانب مارون عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في البلاد وخادم الرعية الأب بيو مروان عون، حيث جرى البحث في هموم اللبنانيين في وطنهم وضرورة إبقاء التواصل الفعال مع الانتشار اللبناني لا سيما في نيجيريا. المزيد بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في إهدن مؤتمر صحفي مواكب لدعوة تطويب البطريرك إصفان الدويهي. الحدث الفريد من نوعه العظيم يلي رح نقدر نحط بين إيديكم عمل دائم 7 سنين من الشغل، من أول ما بلشنا نشوف انه ملف تطويب البطريرك إصفان الدويهي مشي بالمسار الصحيح. كان عنا ايمان انه رح يوصل، مثل ما كلنا ناطرين بعضنا باتنين اب اذا الله بيريد ان نطوب هالبطريرك، اول بطرك باروني بيتطوب بالكرسي الفاتيكاني. كانت فكرتي انه كيف بده يكون عنا طوباوي ونحن نتعلق دائما ان نزور مدفنه مثل ما بنطلع على كل قديسينا ان نتبرك بذخائره. فاذا كانت الفكره ان نجرب نبرم على عظام الدويهي، بدي اخبركم بطاركتنا القديسين يلي قبلوا يعيشوا بالاضطهاد والفقر، تصوروا انه بالاخر ما لقيوا حتى مدفن يقعدوا فيه، كانوا محطوطين كلهم فوق بعضهم بمغاره بالقديسه مارين، عظام كلها فوق بعضها. بس كان القرار انه حتى لو هيك نحن رح نبرم على عظام قديسيننا. طلبنا الاذن من سيدنا البطرك يطلع فيني هيك انه رح تقدر، قلنا له بنعمة الله. صعبي ما يهمك، اهل اهدن قد وقدود. وطلبنا الاذن من مديرية الاثار وكانوا كتير حدنا، قالوا تحية وشكر، عطيونا كيف لازم نشتغل، رافقونا حتى بهذا الشغل. فتحنا المدفن وشلنا، كنا مفكرينهم فقط 17 بطرك، لذلك كنا مفكرين انه العمل بيخلص اذا الله رد بسنتين. تصوروا انه حتى بطركتنا ما لقيوا مدفن لهم. بترك بعدين لدكتور ندى كيف رح تقول هذا الشيء. كانوا مجموعه عظام ل 43 شخص، اشتغلنا ان نجمع كل هالعظام نردهم اجسام منهم هيك متروكين. ومع دكتور بيير زلوع اللي اشتغل شغل كمان، كلهم اشتغلوا شغل جبار، نجربنا نقدر نبرم بالأدقان تنقدر نعرف البطرك الدويهي. ورح يقولوا لكم انه مكملين نعرف كل بطاركتنا. هيدي البلد ما بخلت ابدا ابدا بعطاءاتها ولا بكل شيء عطى للعالم من ثقافة وعلم وإرث وسياسة وقداسة. اهدن مثل ما بتعرفوا بطرك الدويهي ترك اهدن كان عمره 10 سنين، راح من هالبلدة الصغيرة على المدرسة المارونية بروما، وهنيك قضى 12 سنة او يمكن اكثر. وانتو لازم تعرفوا انه يمكن ما كانوا عيطولوا باسمه، بس كانوا عيطولوا الاهدنة، اهدنانسيس. انا اللي بحب اقوله انه يمكن بهيدي المرحلة ربنا عطانا نعمة إنه يكون عنا طباوي بلبنان، لأنه البلد ما بعمره مرق بظروف هالقد صعبة وبظروف هالقد سيئة وبظروف هالقد خطرة. كنت بحب أحكي شوي بالسياسة بس ما بدي اليوم، خلونا نحكي بالفرح وخلونا نحكي بالإيمان وخلونا نحكي بإيماننا بهيدا البلد.
طبيويت البطرك الدويهي، وان شاء الله على درب القديسه قريبا ان شاء الله كلنا نلحقه اكيد. هو حقيقه رساله امل للبنانيين على جميع مناطقهم وانتماءاتهم وحتى طوائفهم. والختام مع صفحة الأحوال الجوية. مساء الخير. من المتوقع أنه يتأثر لبنان اعتباراً من صباح يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً بيؤدي لتأس متقلب وماطر أحياناً، وبيشتد تأثيره يوم الاثنين ليرجع ينحسر مساء يوم الثلاثة. جونا لبكره غائم جزئيا ودرجات الحراره عم تتسجل على الشكل التالي. بنبدا بعكر عم تسجل 24 درجه، طرابلس 23، العاصمه بيروت 22، وصور 23 درجه. بننتقل لبعلبك عم بتسجل 20 درجه، لقلوق 12، زحله 19 درجه، وجازين 18 درجه. نسبة الرطوبة الساحلة بتتراوح بين 70% و80%. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها عم بتكون بين 10 و50 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فما إيش. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الأحد جونا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتصير دون معدلاتها الموسمية. الرياح بتضل ناشطة مع ضباب على المرتفعات، بتتسقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية، ومن المتوقع أنه تشتد ليل الأحد التنين. درجات الحرارة عم بتسجل ساحلا أقصاها 22 درجة. لنهار التنين جونا غائم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، بتتسقط أمطار متفرقة بتشتد أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة مع انفراجات خلال النهار، أما درجات الحرارة فبتسجل أقصاها لنهار التنين 21 درجة. لنهار الثلاثة والأربعة جونا بتابع غائم جزئيا مع تحسن بدرجات الحرارة يلي بتسجل لنهار الثلاثة 22 درجة، بترتفع نهار الأربعة لل 23 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل. إلى اللقاء.